أبرز هذه الخطط المستقبلية اللي تعيدون فيها المساهم وأيضا ربما يعني ترى في 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 النصف الثاني من هذا العام؟ طبعا احنا خلينا نميز ما بين الرؤية وخطة. هناك خطط كثيرة مستقبلية من ناحية الاستحواذات وتأسيس الشركات، وكذلك ان كل إدارة عندنا او براند او وكالة فيها خطة خاصة فيه، لكن المهم والأشمل بالنسبة لنا ان الكل من الرئيس التنفيذي الى احدث موظف بالعيد يتفق على ثلاث محاور هي اساس الرؤية مالتنا. الاولى هي الصحة، وراح نسعى يعني دائما للحلول الصحية، وراح تشوفون بمنتجاتنا في الأيام القادمة إن شاء الله لأن راح نستثمر أكثر بالمنتجات الصحية والعضوية والخالية من البروتين والبلانت بيس. المحور الثاني اللي هي التكنولوجيا والتطور الرقمي، ونسعى بأن نكون سباقين بمواكبة عالم التطور الرقمي خاصة بعد جائحة كورونا، هناك حاجة للأونلاين والأمور هاي كلها مو بس بالمنطقة بل بالعالم إن شاء الله، هذا اللي احنا نتطلع له. المحور الثالث واللي هو الأساس بالنسبة لي أنا شخصيا هو الاستثمار والاعتماد على الطاقات الشبابية الوطنية، سواء كان بالتوظيف أو بالشراكات معهم. واليوم ما شاء الله يعني فريقنا التنفيذي الموجود في الشركة هو من الشباب اللي دون العمر 35 عام. فباختصار برؤية تطوير الصحة الغذائية والتكنولوجيا المستقبلية بقيادة الشباب بالعيد بإذن الله راح نكون قائدين لا ينسى في القطاع الغذائي بالفترة القادمة إن شاء الله.